طيب يعطي المثال، رقم ثلاث. رقم ثلاث بحكي لي في عندي بيم، في عليه بين سبورت، في عليه رولر سبورت، وعليه لود موزع. تمام. بس كيف بدي احل هذا السؤال؟ بسيط كثير، نوجد الرياكشن. الرياكشن سهل، هذا قطعة واحدة، بالتالي باخذ مجموع المومنت عند سبورت، باخذ يا عند A باخذ عند البي مكان ما بدي. مثلا عند الواحد أو زيرو، هي هاي واحد، شو بعمل؟ هاي بحله، حليته. نعم معي. رياكشن هذا هيك ورياكشن هذا هيك. هسه شو بعمل؟ بدي ارسم البيم، بدي ارسم مومنت والشير بدون طريقة القطع. نرسمه. تمام. المايك فاتح، كل شيء فاتح، تمام. هاي 5 متر، هاي 3 متر، هاي 3 كيلومتر. تمام. سؤال زي هيك، كنت ارسم نشير ومومنت. خلينا نشوف الرياكشن كم طلعته. رياكشن سهل، عشان نضل نقول كيف جبنا الرياكشن. الرياكشن اللي هون، الرياكشن اللي هون هذا قيمته 10.3 تمام. هي السؤال درسم له مومنت وشير، نروح على الشير. بنتخط هون، بنتخط هون، بنتخط هون. هذا الشيء معروف عند كل سبورت، عند كل بداية لود موزع ونهاية لود موزع، وعند كل مومنت بحط خط. انت انترنال هنا شو بدي اعمل؟ استرسم الشير دايجرام. الشير دايجرام بحط له الموج فوق والسالب تحت. الشير دايجرام شو بقول لي؟ نرسم باللون الاحمر او بالاخضر. شو بقول لي؟ بقول لي هون في عندي 10.75، صح؟ صح. شو بعمل؟ بطلع بالقيمة نفسها. هيها هاي 10، هاي 10.3125. شو بعدين بعمل؟ في عندي لود مستطيل، اللود المستطيل دائما بنزلني بشكل لينير. كيف يعني لينير؟ بنزلني هيك مثلا، بنزلني هيك، بنزلني هيك، بعرف ايش كم بنزلني، بعرف ايش كم بنزلني، بس ما بمشيني زي هيك، لا بمشيني زي هيك. تمام، بمشيني بشكل لينير. طيب كيف بدي انزل؟ كيف بدي اعرف قديش انزل؟ كيف بدي اعرف كم القيمه هون؟ كيف بدي اعرف القيمه ممكن هون او هون او هون مثلا؟ كيف بدي اعرفها؟ شو بحكي؟ بحكي 3 في 5 15. قيمة اللود في المستطيل هاي 3 في 5 15، فبدي أحكي عندي هاي القيمة اللي راح توصل على هذا الخط. هذا الخط هي عبارة عن قيمة الشير اللي هون، اللي هي 10.3125 ناقص 3 ضرب 5. وتساوي اللي هي ناقص 15، تطلع معي سالب 4.6875. فبالتالي خلنا نمسح الخط هذا شوي. فقديش القيمة على هذا الخط؟ القيمة على هذا الخط اللي هون هي هاي، سالب، يعني بروح السالب وبحط 4.685 هون وبوصل بينهم بخط. كيف الخط؟ هيك. تمام. بعدين بمشي، في عندي هون لود بالسؤال بالأصل، في عندي لود هون لا، في عندي لود هون لا، في عندي لود هون لا، فبضل ماشي مستقيم. تمام، فهاي القيمة هي السالب 4.675، ولو انه خط ثابت فهاي نفسها هاي. شو بعدين عندي؟ في عندي قيمة الرياكشن 4.6875، سهمها لفوق، فهاي بتطلعني من هون سهم. السهم دائما بطلعني بنفس المكان، فقديش بتطلعني؟ بنفس القيمة 4.6875، فبالتالي بصير عندي زيرو،
صار معي صفر، معناها حلي صح. زيرو. تمام. هسه شو بدي اعمل؟ بديش امسح رسم الشير، بس بدي ارفعها شوي لفوق عشان ارسم المومنت. هاي الشير. تمام. القيم عرفناها، قيمي هون نكتبها كتابة. هاي نفس القيمة لأنه ثابت. شو بعمل؟ برسم خط المومنت. هاي المومنت بحط له هون سالب، بس بده يصير تحت موجب وفوق سالب، اي العكس قصدي، عادي مش مشكلة. شو بدي اعمل هسه؟ هسه دائما المومنت هو مساحة الشير، المومنت هو مساحة الشير، يعني قديش مساحة المثلث هذا. دائما لما يكون عندي زيرو شير بمد خط منقط زي هيك. ليش؟ بكون عنده قيمة، فبدي أعرف قديش مساحة المثلث هذا. هذا المثلث ماله فوق يعني موجب، فبدي أجيب مساحة المثلث هذا. هاي المسافة مش معي، بسميها إكس. طيب وإذا هي كلها طولها 5، فهي كم تكون؟ 5 ناقص إكس. فبدي أوجد قيمة إكس، بعمل شبه مثلثات، بحكي إكس على 5 ناقص إكس بتساوي القيمة اللي هون على القيم اللي هون بدون الإشارة. تمام، بوجد قيمة إكس، بحط على آلي حاسبة وبحلها قيمة إكس، تطلع معي تطلع معي 3.4. يعني هاي القيمة، قيمة المساحة المثلثات شو بدها تكون؟ نص ضرب القاعدة اللي هي إكس ضرب الارتفاع اللي هو قيمة الشير. كم هاي القيمة بتساوي؟ تساوي 17.72 تقريبا. فإيش بعمل؟ أوصل بين الصفر، أوصل بين الصفر وال 17.72. 17.72 موجبة، أنا حاط الموجب تحت سالب فوق، بالتالي هون بوصل بينهم كيف؟ بشكل مقعر. ليش بشكل مقعر؟ لأنه هذا خط لينير، فدائما لما يكون اللي فوق لينير بيكون اللي تحت مقعر، لما يكون اللي فوق مستطيل بيكون اللي تحت لينير. تمام، توجد القيمة على هذا الخط، توجد القيمة على هذا الخط، شو بعمل؟ شايف القيمة اللي طلعت معي هون هي 17.72، بشوف المثلث اللي بعده، المثلث اللي بعده سالب، سالب كم؟ 5 ناقص اكس، هاي القاعدة 5 ناقص اكس، يعني بكون طولها 5 تطلع معي 1.5625. فقديش مساحة المثلث هذا؟ هي سالب 4.6875 اللي هي هيها، نص ضرب 1.5625 ضرب سالب 4.6875. مساحة المثلث هذا، مساحة المثلث السالب الصغير هذا، تطلع معي 3.9 تقريبا. شو يعني هاي القيمة؟ يعني القيمة على هذا الخط، القيمة على هذا الخط هي سالب، سالب يعني فوق، تيجي هون تقريبا، فبوصل بينها بنفس الشيء لينير، تكون زي هيك. وهاي القيمة سالب 3.9. بعدين شو بدي اعمل؟ اوجد المومنت هون، بشوف لا في خطأ،
في خطأ. لا لا لا، اللي بيصير كالتالي، آسف آسف آسف، القيمة اللي طلعت هون سالب 3.9، بجمعها للقيمة اللي هون، يعني هاي القيمة 17.72، فبتكون القيمة اللي على هذا الخط هي عبارة عن 17.72 ناقص 3.9. تطلع معي 13.8، فهي وين؟ بالموجب، يعني هون تقريبا، بكمل هون، فهي القيمة كم؟ شو بعمل بعدين؟ في عندي هون، مستطيل سالب، قديش مساحته؟ سالب 4.875 في 3، يعني طبعا ايش بعمل؟ بكون جامعها للقيمة اللي قبل، فهاي القيمة اللي على الخط تكون زيرو تقريبا. تطلع معي زيرو تقريبا، زيرو تقريبا، مش بالضبط، تقريبا زيرو. فشو بصير؟ هذا خط مستقيم، لما يكون خط مستقيم فبكون لينير، فبصير هيك. فهي رسمة المومنت بعيد سريعا. الشير بطلعه بنزل عادي، بعدين لما يكون عندي زيرو زي هيك بمد خط منقط، بس مد خط منقط أنا ما بعرف وين هاي المسافة، مش بالنص يعني، بحط هاي المسافة إكس، وهاي الطول ناقص إكس، الطول اللي هو يعني طول المثلث كامل. شو بعمل؟ شبه مثلثات، بطلع قيمة إكس، بعدين بجيب المساحة هاي، المساحة هاي مساحة مثلث، نص في القاعدة في الارتفاع، نص في القاعدة في الارتفاع، تمام. بحطها، بتطلع معي هاي القيمة، بعدين بتوجد القيمة على هذا الخط، بجيب هاي القيمة، بجمع لها القيمة، قيمة مساحة المثلث هذا 17.72 هي مساحة المثلث هذا، ناقص لأنه هاي بالسالب مساحة المثلث هذا، تعطيني القيمة هاي، هاي القيمة بحطها هون. بعدين في عندي مساحة مستطيل، مساحة المستطيل هيها، شو بعمل؟ هي سالبة سالب، بجمع لها المساحة اللي قبل، يعني بجمع المساحات تراكمي، تطلع معي زيرو. رعد بس هي هيها طلعت معي تقريبا، أنا طلعت معي 13.87، عندي خطأ صغير بالحسابات تقريبات، هاي هي 14.0، هاي الصح، هاي الصح اللي بده سيه. الإشي اللي صار فرق تقريب، تمام، فرق تقريب. فأنا كيف الرسمي هاي؟ ماليش بالرسم، أنا كيف رسمتها؟ سالب تحت هون، سالب تحت وموجب فوق، فلما طلعت هاي معي 14، بوصل بين هاي وهاي القيمة اللي هون اللي هي نفس اللي أنا طلعتها، تمام. أنا ما أرسم الموجب تحت والسالب فوق، فال 14 بتصير هون، بتصير قيمة هيك، بس هاي خط مستقيم.